معنا من جد مراسلنا عبد الله يحيى. عبد الله، كيف تبدو الصورة اليوم يعني مع وصول أول الأفواج الذين يريدون أداء مناسك العمرة؟ هل فعلا وصل أعدادهم إلى 6000 كما هو مباح من قبل الدولة؟ نعم، هذه الأعداد التي أعلنت عنها الحكومة السعودية وتحديدا ممثلة في وزارة الحج والعمرة وأيضا في رئاسة شؤون الحرمين في مكة المكرمة، بأن الأفواج التي تدخل إلى المسجد الحرام وذلك لأداء فريضة العمرة، بالإضافة أيضا إلى الزيارة، هناك العديد من الإجراءات التي ترافق هذه الأفواج وطلائعها التي بدأت مع صباح اليوم للدخول إلى المسجد الحرام وتأدية العمرة. هذه الأعداد تقسم على مدار اليوم في أفواج متعددة، ويكون معها مرشد صحي. هذا المرشد الصحي الذي يتم إعطاء تعليمات متتالية لجميع الفوج الذي يرافقه إلى داخل صحن المطاف، بعد ذلك ينتقلون إلى المسعى، وسوف تكون هناك آليات متبعة داخل المسجد الحرام وتحديدا من ناحية التطهير والتعقيم، وأيضا قياس درجات الحرارة للذين سوف يدخلون إلى المسجد الحرام وتأدية العمرة. كل هذه الإجراءات تعمل عليها الحكومة السعودية بشكل مشدد وشكل صارم لجميع الذين سوف يدخلون إلى المسجد الحرام، وذلك لخشية وصول فيروس كورونا إلى المسجد الحرام وإلى ساحاته وإلى المنطقة المركزية المحيطة فيه، بالإضافة أيضا إلى التطبيق التي وضعته الحكومة السعودية، وذلك لدخول الراغبين في أداء العمرة خلال الفترة التي تم السماح فيها، بالإضافة أيضا إلى الوقت الزمني الذي يسمح لكل شخص دخوله إلى المسجد الحرام، وهي لا تتجاوز 3 ساعات، بالإضافة أيضا إلى خروجه وانتقاله إلى خارج الأراضي المقدسة. سوف تستمر هذه الإجراءات في مرحلتها الأولى التي تم تطبيقها اليوم، وهو اليوم 4 من أكتوبر، إلى الشهر المقبل، بالإضافة أيضا إلى بعد ذلك سوف تدخل إلى حيز التنفيذ في الخطة الثانية والثالثة إلى نهاية العام الميلادي الحالي، إلى وصولها إلى 100%، وسوف يكون هناك مع ابتداء من العام المقبل قبل المعتمرين والزوار من خارج المملكة العربية السعودية. نعم، من جدة مراسلنا عبد الله يحيى، شكرا لك.